13 عاما من حظر التسلح على إيران انتهت، طويت صفحة أخرى من العقوبات الدولية. في عام 2023 سترفع القيود المفروضة على البرنامج الصاروخي لإيران، وسينتهي الملف النووي في مجلس الأمن بعد ذلك بعامين، تسلسل زمني أقره مجلس الأمن بعد توقيع الاتفاق النووي. قد يكون الأمر عاديا لو لم تنسحب الإدارة الأمريكية من الاتفاق قبل ما يزيد على عامين، وقد يكون الأمر عابرا لو لم تسعى إدارة ترامب جاهدة وبشتى السبل القانونية وغير القانونية إلى إعادة العقوبات الدولية مرة أخرى على إيران، حتى عبر التهديد والوعيد. انتهاء خطر التسليح يظهر فشل أمريكا أمام إيران ويظهر عزلتها، ولو لم يرفع الحظر لكان انتهى الاتفاق النووي، كما أن هذا الأمر يظهر أن أي قوة عظمى لم تعد قادرة على فرض إرادتها على العالم بشكل أحادي. انتصار جديد على أمريكا في رأي طهران يسجل في ملف صراع الإيرادات بين البلدين، وهو انتصار سياسي واقتصادي أيضا سيسمح لإيران باستيراد السلاح وتصديره. إنهاء الحظر هو إنجاز دبلوماسي وقانوني وانتصار على الضغوط الأمريكية، ومؤشر على أن المجتمع الدولي لم يعد ينظر إلى إيران على أنها تهديد أمني. يرى كثيرون أن هذا الانتصار مؤشر آخر على عزلة الولايات المتحدة وانكفاء دورها دوليا، وقد يفتح المجال أكثر لتعزيز التعاون مع أوروبا للحفاظ على الاتفاق النووي. ستبقى الأنظار شاخصة نحو الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستحدد نتيجتها طريقة تعامل الولايات المتحدة مع هذا الواقع الجديد، فإما العودة إلى الاتفاق النووي وإما مزيد من العقوبات. ملحم ريح، طهران، الميادين.